يعتبر فعلا ان هو عنده لاعب من افضل اللاعبين الموجودين في العالم. نروح تاني بقى ونكمل اخبارنا، اخبار النادي الاهلي. زي ما قلنا النادي الاهلي خلاص يعني بيحاول يدعم صفوفه في يناير، خلاص هو شيء بان هو مخلص مع مهاب ياسر لاعب النجوم، اللاعب موقع في انتظار مفاوضات النادي الاهلي مع فريق النجوم لحسم الصفقه بشكل نهائي. برضو حاطط طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب او مهاجم المقاولون العرب طبعا في الموضوع. حسين الشحات اقترب بقوه، خصوصا ان اللاعب مصر، لاعب عنده تصميم كده ان هو يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي رصد 40 مليون جنيه لحسم صفقه حسين الشحات. حسين الشحات قال انا مش هلعب في اي مكان او اي نادي في مصر غير النادي الاهلي. يعني حسين الشحات بيفضل الاحتراف الخارجي، او لو رجع مصر هيرجع للنادي الاهلي. في اغراءات من انديه كبيره جدا داخل مصر وعلى راسها نادي بيراميدز، لكن حسين الشحات رفض كل هذه العروض ورفض كل الاموال اللي اتعرضت عليه، رغم ان هي اموال اكبر بكتير جدا من الاموال اللي اتعرضت عليه من النادي الاهلي، لكن هو مصر ان هو ينتقل للنادي الاهلي. حسين الشحات اقترب جدا من الانضمام للنادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي النهارده خلاص بدا ان يبقى في خط تواصل مفتوح ما بين رئيس نادي العين الاماراتي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لحسم الصفقه. وفي خلال ايام حسين الشحات هيكون لاعب في النادي الاهلي. عايز اقول كمان ان الاهلي بيفكر في التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانكوم لاعب الترجي التونسي، بس ده هيجي بشروط. طيب نروح للكابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى المنتخب الوطني. كابتن احمد مساء الخير. اهلا وسهلا بك مشاهدينا. اهلا وسهلا كابتن احمد. كابتن احمد خلال